تحطم عرض للألعاب النارية بطائرات دون طيار في إمارة رأس الخيمة الإماراتية بمناسبة السنة الجديدة رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. استغرق عرض الألعاب النارية بطائرات دون طيار 12 دقيقة، حيث أضاءت سواحل رأس الخيمة الطويلة ألعاب نارية رائعة مصحوبة بأشعة الليزر والموسيقى الإلكترونية، لقيت إعجاب المشاهدين. ووفقا لدائرة رأس الخيمة للسياحة الجهة المنظمة للفعالية، فإن عرض الألعاب النارية حطم رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. أمنيتي للسنة الجديدة هي أن يكون العالم خالياً من فيروس كورونا، ويمكن للجميع أن يكونوا سعداء كما نحن الآن. عودة الحياة إلى مسارها بعد وقت طويل أمر رائع جداً. هذه هي أمنيتي الصادقة. أتمنى أن ينتهي فيروس كورونا، وأتمنى صحة وسلامة لجميع أفراد أسرتي، وأن أجد عملاً جيداً. هذه أمنيتي للسنة الجديدة.